بنات ابتدائي ويا يونت 2 لسن 3 همينا شغله معاني مثل لسن 2 شويه عندنا قواعد شغله بسيطه حلوه يعني زين. لسن 3 يبدي في صفحه 26 صفحه 26 عنوانه can I help you. شنو يعني تقول لشخص can I help you؟ اساعدك؟ ايش محتاج اساعدك تتدلل؟ اذا هاي can I help you. عندنا شغلات هنا بالمعاني راح نشوف شلون راح نحلها سوا انا وياكم، بس قبلها ارد انبهكم على كم شغله كلمات راح تجينا اليوم بهذا اللسن اللي هو هنا عندنا جزء وهنا تكمله مالته، يعني واحد يعجبه من يروح محل يحكي يسال يعرف يسال عن السعر يعرف ينطي صفات للاشياء هذه الصفه شنو معناها، هاي الكلمات اللي ارد اوضح لكم اياها قبل ما نحل التمرين سوا. يقول read and complete the conversation، اقرأ وأكمل المحادثة. Can I help you؟ هاي أكيد من تدخلون محل تجي الأسيستنت الموظفة فش تطلب شو تسألك سؤال شو تقول لك؟ أساعدك تفضل؟ شو تأمر؟ Can I help you؟ هذه كلمة الموظف. Yes please. I'm looking for، looking for يعني دا أبحث. I'm looking for a saucepan. Saucepan اللي هي تجي المقلاة المعدنية، الوعاء المعدني، جدر، عرفتوا؟ أي شيء للطبخ. What sort of saucepan would you like? What sort? Sort نوع. شنو النوع would you like اللي تريدي؟ فراغ. زين. How about this one؟ هذا شنو رأيك فيه؟ راح نختار من الكلمات الفوق ما يناسب أن نكمل المحاورة. ماشي؟ Leather boots please. ما اعتقد ترهم. Leather boots يعني الحذاء الجلد ما ترهم. My school uniform is blue. ما ترهم. زي المدرسة مالتنا ازرق ما ترهم هنا على السوسبان. Medium، كلمة medium بالقياسات large و small و x large و medium هاي للملابس ما ترهم ويا السوسبان ويا الجدورة والطاوة والكذا. I'd like a banana phone. How much is this one؟ ما لها علاقة الشغلة أبد. زين. It's too big. جدا كبير. A metal one with a glass lid. ها. هي سألت what sort of saucepan would you like؟ يا نوع تريدين؟ فأعتقد هاي ترهم. A metal معدني one with a glass lid. الغطاء مالته شفاف زجاجي. ترهم؟ شو تقولون؟ إذا انتهم. How much this one؟ أي شيء تسألون عن سعره قولوا how much. How much is this saucepan؟ كم سعر هذا القدر الوعاء؟ How much is this mobile phone؟ إذا how much للسؤال عن السعر. How much is this one؟ It's too expensive. إذا احنا راح نكمل المحادثة للصفحة كلها صفحة 24 وراها راح نشرح أنا وياكم سوا بعض الشغلات المهمة في لسن 3. تبهوا يا أمي نقرأ المحاورة كاملة. Can I help you؟ أساعدك؟ Yes please. I'm looking for a saucepan. أبحث عن قدر أو جدر نقول. زين. What sort of saucepan would you like؟ شو تريدين يا نوع؟ A metal one with a glass lid. أريده معدني وغطاء زجاجي شفاف. How much is this one? How much this one? هذا بيش. It's too expensive. كلش غالي. هاي أول محادثة. محادثة الثانية. Can I help you? Yes please. I'm looking for a smartphone. دا دور تليفون. What phone would you like? شو تريد؟ أكيد ترهم. I'd like a banana phone. How much is this one? شقد سعره هذا؟ About 900,000 Iraqi dinar. Oh, it's too expensive. كلش غالي. محادثة الثالثة بمحل ملابس. Can I help you? Yes, please. I'm looking for, أنا أبحث for a school uniform زي مدرسي. Here are some uniforms. شوفي هاي الصداري. What color do you want? يا لون تردين مو اكو لبسون رصاصي اكو جوزي اكو اسود والاغلبية ازرق. My school uniform is blue. احنا زينا ازرق. Look at these. Look at these. شوفي هذول these جمع مو this مفرد.
these. What size are you? قد قياسك medium. محادثة الأخيرة. Can I help you? تفضل أساعدك. Yes, please. I'm looking for some boots. دا دور أحذية. Do you want rain boots? تريد مطري؟ Or leather ones? لو تريد جلد. Leather boots, please. أريد جلد. Look at these. شوف هذه. These are very good boots. نوعيتها جيدة. What size are you? شوفوا السايز بالأحذية. مو مثل الملابس. هنا جاوبها size 37. 37 قياس القدم. الملابس ماكو 37 و36 و40 و42. اكو شنو؟ small, medium, large, x large. هاي بالملابس. الاشياء الحلوة اللي راح تتعلموها هنا يا صغاري يا حلوين. انه من تسأل على سعر شيء بالسوق تقول how much is this؟ اذا مفرد. واذا جمع how much are these؟ بيش ذني. من واحد يسألك على السايز الحجم، إذا تتكلم عن الملابس راح يكون جوابك small, medium, large, x-large. من تتكلم عن البوتس، الشوز، الأحذية راح تقول مثلا 37, 38 يعني بالأرقام. زين، عندنا بعض الملاحظات ونرجع نكمل. طبعا ما كملنا student book، عندنا بعد شغل المحاورة الثانية، حتى لو راح أكملكم إياها بطريقة أخرى بس تكمل اليوم. زين، شنو الملاحظات اللي أرد أنطيها؟ انتبهوا وياي هنا. عندنا من قالت لها it's too big. too big يعني جدا كبير. التو تكتب بهذه الطريقة معناها جدا، وتجي بمعنى أيضا. يعني من تجي it's too big يعني very very big، إلى درجة ما تقدر تلبسه. هذه التو. أوكي، عندكم هاي التو بنهاية الجملة وقبلها فارزة تجي معناها أيضا. مثلا my brother likes يحب شنو؟ video games. I like video games too. يعني وأنا أيضا مثله. عرفتوا؟ التو تكتب بهالشكل. تختلف عن التو اللي تكتب بهالشكل. هاي التو هاي معناها number two، صح لو لا؟ رقم اثنين. وكو تو تكتب بهالشكل. I like to go to the museum. I'm going to school بمعنى إلى. أوكي؟ إذا عندكم to بمعنى أيضا أو جدا، و to بمعنى number two، وعندكم to بمعنى إلى. نرجع هسا على موضوعنا. How to ask someone about the price؟ شلون تسأل واحد على السعر؟ شو تقول له؟ تقول له how much is this إذا الشيء ده تأشر عليه مفرد. بس إذا ده تأشر على مجموعة أشياء this جمعها these، فما تقول how much is these، لازم شو تقول how much are these. أوكي، نجي كلمة this اللي معناها هذا جمعها these that للبعيد، ذلك جمعها those. إذا this للمفرد جمعها these للجمع، وذات ذلك للبعيد جمعها those. جاوبوني بالله. This فراغ a nice dress. This فراغ a nice dress. طبعا أنا nice dress فستان واحد مفرد، فأكو قدامه a، نحط a أمام المفرد. زين ست أختار is لو are، شو تقولون أنتو؟ من شفتوا this عرفوا إنه ده أشر على مفرد، وبعد القوس مفرد dress. إذا إيش راح نختار؟ is. بينما those جمع. those is لو those are. those are nice too. ولهم حلوين. زين. شغلة ثانية. أريد أعلمكم شنو الكمباريسن. شنو الكمباريتيف ديجري، درجات المقارنة. إذا تفترين أنت وصديقتك this dress is pretty. حلو. اللوخش قالت لك تعاي this dress is prettier. شنو يعني prettier؟ pretty جميل، prettier بعد أجمل. تعاي لك هذا أحلى. this dress is prettier than that، أحلى من ذاك. إذن لكل صفة this is pretty جميل، this is prettier أجمل. لكل صفة درجة مقارنة، جميل أجمل، صغير أصغر، small smaller، big bigger، tall taller،
إذن لكل صفة أكو درجة مقارنة نسميها comparative degrees، درجات المقارنة. ست شلون أنطي له صفة مقارنة؟ يعني أنا أريد أقول نايس، شلون أقول نايس جميل، شلون أقول أجمل؟ ضيفوا ER بس، ضيفوا ER. نايس نايسر، تول طويل تولر ER، سمول صغير سمولر ER، شورت قصير شورتر ER، تشيب رخيص تشيبر أرخص، لونج طويل لونجر أطول. إذا إيش نسوي؟ نضيف ER ويخلص مع الانتباه للشنو. خلوا بالكم أكو دورات يصيدوكم بغلطات بالإملاء. يعني شلون؟ يعني كلمة من تشوفوها من تهي، خلينا نبدل مرة أحمر ويا الأحمر أريد أسود، من الكلمة منتهية بحرف إي لارج كبير وأعطيها مقارنة، ما أضيف إي لخة وآر، لا أضيف بس آر، وكأنما أنا حذفت الإي وضفت إي آر. إذن لارج منتهية بإي بس آر، لارجر. نايس منتهية بإي نايسر، أجمل بس آر. زين، هاي ملاحظة رقم واحد، الإي بنهاية الكلمة وكأنما نضيف فقط شنو؟ آر. ملاحظة ثانية، إذا عدكم الكلمة منتهية بحرف صحيح وقبل حرف علة، شن سوي من نضيف الإي آر؟ شن سوي؟ شن سوي؟ ما نعرف؟ لا، نضاعف الحرف الأخير ونضيف الإي آر. بيج، شو تصير؟ بيجر. إذن ست دقيقة قلتي صحيح وقبل علة واحد نكرر الأخير، منو العلة؟ أنا ما أعرف منو العلة. العلة هم حرف الأو والأي والإي والآي واليو. إذن هذه أحرف العلة، أو أي إي آي يو، O A E I U، ذولا علة. الواي دورات تكون لفظها علة ودورات صحيح، بس ذولا دائما علة. فإذا عندكم كلمة تنتهي بحرف صحيح واحد وقبل علة واحد، كرر الحرف الأخير. Big bigger fat سمين fatter أسمن. زين، إذا من هاي الملاحظة رقم اثنين مال صحيح وقبل علة. زين، ملاحظة رقم ثلاثة، المنتهي بواي شو نسوي له؟ حسب، إذا منتي بواي وقبله حرف صحيح مو علة، ينقلب يطفر يصير I E R، يعني lazy تقلب الواي إلى I E R، lazy كسول lazier، بعد excel pretty جميل، واي وقبله حرف صحيح مو علة، لو قبله علة ما نقلبه يبقى بس E R، عرفتوا؟ زين، prettier I E R. فإذا إذا عندكم حرف صحيح وقبله علة نضاعف، إذا عندنا Y وقبله صحيح يقلب إلى I E R pretty prettier. زين ست، هسه عرفنا الصفة بصورة عامة شلون نسويها مقارنة، نضيف لها E R بس. زين، إذا كانت منتهية بحرف E بس R. زين، إذا صحيح وقبله علة واحد نضاعف الأخير ونضيف E R. زين، إذا واي، الواي إذا قبله صحيح يقلب I E R، أما إذا كانت الصفة أكثر من مقطعين، مقطعين وفوق، يعني expensive يعني غالي، expensive ثلاث مقاطع، colorful ثلاث مقاطع. تتخيلون يعني مثلا expensive أقول expensiver؟ غلط. دعت شو أسوي؟ أجيب لها كلمة more قبلها فتصير more expensive، يعني أكثر غلاء أغلى، أو less أقل. more صفة أو less صفة. فإذا إذا صفة كانت مقطعين وفوق، فخلوا ببالكم الصفات الكبيرة ما نضيف لها ER وإنما نضع more قبلها. زين، هسه راح نرجع على الكتاب نكمل الستودنت بوك عندنا
والاكتيفيتي تمارين النشاط. ولا تنسون عندكم هسه هنا بالستيودنت بوك اللي هي لسن هو كلاسيت حبايبي، هذا صفحه 27 بالستيودنت بوك، صفحه 27 بالستيودنت بوك، هو كاسيت سماعي بس للمعاني، يعني ما مطلوب تحفظون المحاوره بس معاني، اللي هي تسالها تدخل للمحل فتسالها الموظفه كان اي هيلب يو، فش قالت يس بليز ام لوكينج فور ادريس دا ادور فستان، ذس از فيري نايس اتس ا نيو فاشن، شوفي هذا الثوب حلو موديل جديد، نيو فاشن يعني موضه جديده. Yes, but this is too small, too big, too expensive. حسب اللي راح نسمعه. I see. What about that? إيه صح. وهذا شنو رأيك بي؟ Yes, I'd like that. أحب يلا أريده. What size are you? شوفوا الموظفة من تسأل البائعة من تسأل المشتري. شو تقول له؟ What size are you? يعني شكت حجمك what size are you. والمحادثة الأخرى أيضا على مود المعاني في محل الأحذية، شوفوا حتى تختلف هنا طريقة السايز كرقم أم كلمة. أوكي إذا نكمل شرح التمارين على حلول تمارين النشاط. شوفوا الطلاب انتقلنا نشوف المكتوب عندنا بلسن 3 من يونت 2 مثل ما قريت لكم بالصفحة الأولى بستودنت بوك، هذه ترجمناها المحاورة والمعاني مثل ما قلت لكم، معاني هذه الكلمات جدا مهمة ومطلوبة منكم أن تفهمون معاني كلمات بالضبط مثل ما شرحتها قبل شوية وترجمتها. نروح على الجهة الثانية الصفحة الثانية بستودنت بوك، شوفوا لي هذه المحاورة هي كاسية سماعي هم بس فهم معنى، بس تركزنا على الأشياء اللي وضحناها قبل شوية بالشرح. المحاورة بين الاثنين قدامكم الكلام وقريته قبل شوية، وهنا الجزء الثاني المحاورة الثانية بمحل الأحذية. وهسا ننتقل إلى كتاب النشاط. مطلوب من Unit 2 Lesson 3 Activity Book أنه نشوف، يقول Look at the ads، يعني يقصد الإعلانات Advertisements for a shop in the mall، شوف الإعلانات لهذه المحلات بالمول. فحط لكم صور أشياء ودي يقول للطالب أنت حاول تكتب بطريقتك إعلان بالكلمات البسيطة اللي عندك. هل مطلوب مني للامتحان الوزاري أنه أكتب إعلان؟ لا ما مطلوب، بس مجرد نشاط صفي. مثلا الصورة الأولى محل ملابس، شكتب له We have clothes for autumn and winter for all ages، لجميع الأعمار عندنا ملابس للشتاء والخريف. الثاني هو مكتوب اللي هو محل التجهيزات الرياضية قدامكم We are not expensive، أسعارنا مغالية Our prices are great، أسعارنا جيدة We have everything you need for all sports، لدينا كل ما تحتاج لجميع أنواع الرياضة. وصلنا أكيد لمحل الهوم كوكينج اللي يقول We are the best، إحنا الأفضل We have everything you need for cooking، كل شيء تحتاجه للطبخ للمطبخ مالتك موجود عندنا. ننزل على الصور الثلاثة الثانية اللي هي الصورة الأولى اللي هي محل تويز ألعاب، الله Welcome fun all kinds of toys، هلا بيكم تعالوا للونسة كل أنواع الألعاب. المحل اللي بصفه أكيد winter coats اللي هو الملابس هنا الشتائية We have the newest fashion، عندنا أحدث الموديلات for this season، لهذا الموسم. والصورة الأخرى الأخيرة محل الأحذية different kinds of all shoes in all colors، أنواع مختلفة different مختلف kinds أنواع of all shoes in all colors وجميع الألوان and for all ages ولجميع الأعمار. إذا بالتمرين B مثل ما شفتوا التمرين A إنه مجرد ثبتنا إعلانات وهو نشاط صفي ما مطلوب منكم كامتحان تحريري. هذا كان التمرين A، وطبعا طلاب مكتوب بالتمرين B إنه تعال ألف إعلان، فإحنا رأسا حليناهم سوا الA والB، بس عندنا بعض الملاحظات أريد نذكر بها. اللي يفيدكم فعلا للامتحان التحريري هي الملاحظات الموجودة على درجات المقارنة اللي شرحت لكم إياها على الصبورة قبل شوية. تقول للمقارنة بين شيئين نستخدم صيغة المقارنة للصفات،
شلون؟ وذلك بإضافة ER للصفة إذا كانت من مقطع واحد، يعني مثل إيش big bigger small smaller غيرها. أما إذا كانت من مقطعين أو أكثر نضيف قبلها more أو less، يعني صفات الكبيرة مثل expensive مثلا more expensive. مثال الأول: This shirt is bigger than that shirt. شوفوا البيج إيش صارت bigger، قارن. لازم أقول than من دا قارن بين اثنين. These shoes are smaller than those. أصغر. That phone is ما أقدر أقول expensive وطيها R. أقول more expensive، أغلى than that one. ملاحظات الإملاء جدا تهمكم، وقلتها طبعا على الصبورة. الكلمة المنتهية بصحيح وقبل إلا يتكرر مثل big bigger fat fatter. كلمة المنتهية بالحرف واي وقبل صحيح يقلب إلى I pretty prettier lazy lazier حتى happy happier. كلمات المنتهية إيه نضيف لها بس R nice nicer. ووصلنا للتمرين الأخير اللي هي الصورة، ورح نكتب جمل عليها حتى نشوف شو نستخدم حتى درجات المقارنة بالجمل أيضا شفوي، بس انتبهوا للصفات ودرجة المقارنة مالتها والإملاء. مثلا These are too short، قصيرة. Those are longer، أطول. بس انتباه على الكلمات ومعناها وإملاها. أما التطبيق مال التمرين فهو شفوي بالصف، ما تحتاجه. This is pretty، هذا جميل. This that is prettier، بعشون قارن أجمل. These are too small، صغيرة. Those are bigger، أكبر. This is too expensive، جدا غالي. That is cheap، أرخص. وهنا انتهينا من lesson 3. Thank you.